أهلا بكم حضرات السادة المشاهدين في هذه الفقرة من المتابعة الإخبارية والاستوديو الآن، والتي نخصصها في أول أخبارها لمراجعة ومتابعة آخر الأخبار والتوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة روسيا، إذ أعلنت الخارجية الأمريكية تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات ضد روسيا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس في بيان إن واشنطن ستعارض أي مساعدة لموسكو من جانب المؤسسات المالية الدولية، وأضافت أن واشنطن ستقيد إمكانية وصول المصارف الأمريكية إلى سوق الديون السيادية الروسية، وستحد أيضا من صادرات السلع والتكنولوجيا إلى موسكو. وتابعت أن هذه العقوبات الجديدة التي اتخذت بموجب القانون الأمريكي الذي يعود إلى العام 1991 ويتعلق بالقضاء على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ستدخل حيز التنفيذ بحدود 19 من أغسطس الجاري بعد إبلاغ الكونغرس الأمريكي بذلك. كثير من التفاصيل سنتابعها مع ضيوفنا الكرام. في البداية ينضم إلينا من موسكو عبر الهاتف الدكتور مسلم شعيتو، رئيس المركز العربي الروسي. دكتور مسلم، أهلا بك على إكسترا نيوز من القاهرة. أهلا وسهلا بك ومستمعينك. قبل أن نتطرق للعلاقات الروسية الأمريكية، كيف يتعامل المواطن الروسي العادي الشعب الروسي مع مثل تلك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على روسيا كل فترة وأخرى؟ هل بدأ الروس بإعلان غضبهم من هذه العقوبات؟ هل خرج الغضب أو الرفض ضد القيادة الروسية بأنها المسؤولة عن هذه العقوبات؟ هل تأثر الشعب الروسي حقيقة بشكل مباشر بهذه العقوبات؟ يعني ما بعرف، السؤال يدل وكأن في روسيا ستحدث انتفاضة تأييدا للولايات المتحدة الأمريكية، مع أن الأمر عكس تماما. هذه العقوبات هي تاريخية. من الذي قال أن هناك سيحدث شيء في الداخل؟ دعني أكمل. يعني حضرتك إذا كان السؤال وصل لك بشكل مغاير فأنا أصححه أو أصحح الفهم لك. نعم، ما مشكلة. تفضل يا فندم. هذه العقوبات وهذا الحصار لروسيا هو منذ أيام الاتحاد السوفيتي، وبذرائع دائما تختلقها الولايات المتحدة وتخترعها، وليس لها علاقة بالوقائع أبدا. أغلب الاقتصاد الروسي بدأ ينمو ويتطور نتيجة لهذا الحصار، لأنه أعطى فرصة للإنتاج الزراعي والإنتاج الصناعي بأن يحل محل السلع التي كانت وبشكل بسيط تستهلك من دول أوروبية تحديدا. هذا الحصار يضرب أوروبا أكثر ما يضرب روسيا. نحن نعرف أن الخسارة التي تتحملها أوروبا 240 مليار دولار من نتيجة الإجراءات الأمريكية، إنما الاقتصاد الأمريكي 30 مليار دولار. إذن واضح تماما ما تسعى إليه الولايات المتحدة لتحل هي محل السوق الأوروبية لاحقا في السوق الروسية. بالإضافة إلى أن روسيا لم تخرج أبدا من الاتفاق الاتفاق الحد من الأسلحة، هذه ذريعة أمريكية استعملتها وما زالت تستعملها، وخاصة بوسائل الإعلام الغربية التي تعمم هذه الخبرية. روسيا ما زالت تتمسك حتى الآن بالاتفاق المعقد منذ فترات مختلفة، وروسيا هي الوحيدة التي التزمت بإزالة الكثير من الأسلحة. الولايات المتحدة لم تزل كل أسلحتها، وإضافة إلى ذلك قامت بنشر بعض الصواريخ في منطقة بولونيا وفي منطقة رومانيا، وهذا محظور بالاتفاق فيما بينهما. ومع ذلك روسيا دائما كانت تطالب العودة إلى الالتزام بهذه الاتفاقية لما لها من انعكاسات سلمية على الأمن العالمي. لكن الولايات المتحدة تنطلق من قاعدة مختلفة، هي الخروج من كل الاتفاقات الدولية ومن كل المعاهدات الدولية وضرب عرض الحائط نتيجة لفلسفة جديدة. إذا عمت الفوضى السياسية والأمنية في العالم ستكون الولايات المتحدة هي الأقوى، وهذا ما ترفضه روسيا وتعمل من أجل تحاشيه. نحن ننطلق من منطلقات مختلفة، الولايات المتحدة تنطلق من الفوضى الدائمة والبناءة كما تسميها، وروسيا تنطلق التزام بالقواعد والسلم العالمي والأمن والحوار فيما بين الدول. دكتور مسلم، يعني أنت ترى أن هذه العقوبات لن تؤثر على دولة روسيا الاتحادية، ولكن الضرر الأكبر سيقع على دول الاتحاد الأوروبي، صحيح؟ صحيح، نعم، ستتأثر الاقتصاد الروسي في بعض التكنولوجيات، لكنه أعطى فرصة. يعني ما مدى التأثر؟ وأي هذه المجالات التي ستتأثر بالعقوبات الأمريكية في الداخل الروسي؟ فقط التقنيات المتطورة الإلكترونية والحواسب الإلكترونية، بالإضافة إلى بعض التبادل المالي، وهذا ما تستعمله الولايات المتحدة ليس قوة بالاقتصاد الأمريكي فقط،
إنما لأن الاتفاق ما بعد الحرب العالمية الثانية كان على أن تكون كل العمليات الحسابية في الدولار وعبر الولايات المتحدة، وهذا ما وافق عليه الاتحاد السوفيتي. نتيجة لانهيار الاتحاد السوفيتي واعتبار الولايات المتحدة أنها القطب الأوحد، بدأت تستعمل هذه الاتفاقية وكأنها هي التي تستطيع فرض العقوبات المالية. ولا تستطيع روسيا الرد على مثل تلك العقوبات إذا كان العالم ليس أحادي القطب وهو له قطبان الآن أو ثلاثة أقطاب أو أربعة أقطاب باحتساب النمور الأسيوية أو الغرب الأسيوي والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وإذا ما احتسبنا الصين، هل روسيا أحد هذه الأقطاب التي تستطيع أن ترد على عقوبات أمريكية بعدما سردته من أخبار ومعلومات في ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية؟ هل روسيا قادرة الآن أن تفرض عقوبات على الولايات المتحدة، أن ترد بالمثل على ما فعلته الولايات المتحدة ودونالد ترامب؟ روسيا إذا حزمت أمرها وتخلت عن التعامل بالدولار يكون الضربة القاضية على القدرات الأمريكية بالتحكم بالاقتصاد العالمي. ما زالت روسيا، والرئيس بوتين يقول نحن لن نتخلى عن الدولار كوسيلة تعامل، لكن إذا أجبرنا على ذلك سنتخلى عنه. وعندما تخلي عن الدولار، إذا تتخلى عن أهم قوة تستعملها الولايات المتحدة في ضغطها على البشرية، لأن كل الأمور التحويلات المادية تتم عبر على البنوك الأمريكية وتستطيع التحكم وضبطها أو منعها. حاليا روسيا وما زالت توافق على هذه العملية وهذا الاتفاق الدولي المعقد منذ الحرب العالمية الثانية. الولايات المتحدة هي التي تحاول استغلال هذه الاتفاقية للضغط على الأطراف الأخرى، لكن أعتقد في المحصلة ستخرج روسيا. وما الذي يمنع روسيا الوطنية مع دور. ما الذي يمنع روسيا الآن من استخدام الروبل الروسي في معاملاتها إذا ما كان ذلك سيعود بالنفع على الحكومة الروسية والدولة الروسية والمواطن الروسي؟ لما لا تتحرك روسيا في هذا الاتجاه إذا كانت الولايات المتحدة تخرق كل الاتفاقات؟ إذا لجأت روسيا إلى خطوة تصعيدية وخاصة في مجال الدولار، نحن نعرف الأمريكي سيتصرف بشكل غير مضبوط وعشوائي وقد يكون غير مدروس باتجاه التوتير العالمي، وقد يكون التوتير العسكري، لأنه بالتالي يفقد أهم ما يمتلكه من أداة الضغط. روسيا تحاول جاهدة إلى الخروج باتفاقات تعيد الأمن إلى العالم وتعيد الهدوء والحوار السياسي. الولايات المتحدة هي التي تدفع الأمور إلى الصدام، لن تنجر روسيا إلى صدام مع الولايات المتحدة وهي ما زالت تكلفها فيها. عفوا، أي صدام؟ والداخل الأمريكي مشغول الآن بتحقيقات مولر واتهامات لروسيا بالتدخل في انتخابات الرئاسية الأمريكية، أي صدام بعد ذاك الصدام؟ أولا هذه ادعاءات غير صحيحة وغير وإن كانت يستعملها الداخل الأمريكي والقوى السياسية الأمريكية للصراع فيما بينهم على أبواب الانتخابات. هذا لا يعني روسيا بأي شيء. إذا اتهمت روسيا لا يجب أن تتصرف وكأنها فعلا قامت بهذا العمل. روسيا لم تقم ولم تقوم بأي تدخل بأي شؤون داخلية لأي دولة. اتهموها في أوروبا، اتهموها في فرنسا، اتهموها، ولا يعني إذا اتهمنا يجب أن نتصرف على أساس أن هذا حقيقة يعني. لكن روسيا تنطلق دائما من أن الحفاظ على الأمن العالمي هو ضرورة، يعني روسيا قبل ما يعني غيرها. إذا تعرف يا عزيزي أن روسيا فقدت في الحرب العالمية الثانية 20 مليون شخص، والولايات المتحدة لم تفقد شيئا. روسيا تدمرت كل مدنها الأوروبية في أثناء الحرب العالمية الثانية. روسيا تعرف معنى الحرب ومعنى التصعيد باتجاه الحرب، ولذلك هي تحاول قدر المستطاع عدم استعمال أي معادلة معينة تدفع الولايات المتحدة للجوء إلى استعمال القوة، لأن الدمار سيشمل روسيا وأوروبا، والولايات المتحدة ستكون بمنأى عن كل هذه الصراعات. يعني الولايات المتحدة لا تخشى الصدام العسكري وعودة الحرب الباردة على أقل تقدير، ولكن روسيا هي يعني صاحبة العقل الأرجح والتي ترى الخطر فتقف محلها وتترك الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليها لأنها صاحبة العقل الأرجح. روسيا كما قلت لك سابقا عانت كثيرا وخسائر كثيرة من الحروب العالمية ومن الحروب البارزة، لذلك لن تلجأ إليها، ستستعمل كل ما تستطيع من وسائل من أجل لجم الولايات المتحدة من الاندفاع باتجاه الحرب. لكن إذا ما قررت الولايات المتحدة، الرئيس بوتين في شهر مايو يعني مباشرة عبر التلفاز أعطى صورة لما تمتلكه روسيا من صواريخ تستطيع الوصول لكل دول العالم وبما فيها الولايات المتحدة، ولا تستطيع أي منظومة اعتراض هذه الصواريخ. هو فقط هذه الرسالة لكي
يبرد العقول الحامية في الولايات المتحدة وليس للتحدي، لأن كما قلت سابقا روسيا لا ترغب ولا تسعى إلى أي صدام عسكري خاصة على الصعيد العالمي، لأنها تعرف ما نتائجه. دكتور مسلم أرجو أن تبقى معي، سأنتقل إلى واشنطن والحديث مع دكتور إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي. أستاذ أو دكتور مسلم أرجوك أن تبقى معي. دكتور إدموند أهلا بك على إكسترا نيوز من القاهرة. يعني هل تتفق في الرؤى مع الدكتور مسلم شعيته بشأن رجاحة العقل الروسي وأنه هو الأكثر حنكة في الأمور السياسية وأنه هو من يعني هو الحجر الأخير أمام حرب باردة أخرى أو علاقات عسكرية متوترة بين الدولتين في ظل ما تقوم به الولايات المتحدة من تعامل وفرض عقوبات على العديد من دول العالم وآخرها عقوبات جديدة على روسيا الاتحادية؟ تحياتي لكم للدكتور مسلم. بدون شك أن الولايات المتحدة تتبنى سياسة متشددة تجاه روسيا. هناك قوة في الولايات المتحدة لا تزال تعمل وكأن الحرب الباردة لا تزال قائمة وكأن الاتحاد السوفيتي لا يزال موجودا اليوم. إلى حد كبير ترى الإدارة الأمريكية في أن روسيا خاصة في الآونة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة قد بدأت تتبنى سياسات تؤدي أو تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وحلفائها من ناحية وبين روسيا. من الأمور المقلقة للمسؤولين الأمريكيين وخاصة لتيار الصقور الذي له أصوات مؤثرة كثيرة داخل المؤسسة الأمريكية وداخل الإدارة الأمريكية نفسها. هؤلاء يتهموا روسيا كما سمعنا من الدكتور مسلم بالتدخل في الانتخابات الأمريكية الداخلية، يتهمون روسيا بأنها تلعب دور بدعم قوى معادية للولايات المتحدة إن كان ذلك في الشرق الأوسط في سوريا في مناطق أخرى من العالم. هناك أيضا قضية أوكرانيا والاتهامات لروسيا بأنها قامت بضم شبه جزيرة القرم وأن هذا يهدد السلام العالمي. بالإضافة إلى كل ذلك طبعا هناك أمر آخر مقلق جدا للإدارة الأمريكية وربما له علاقة بالتطورات الأخيرة التي تتعلق بالانسحاب من معاهدة الأسلحة الصواريخ المتوسطة المدى IMF وهي التقارب الروسي الصيني. هناك قلق متزايد من الإدارة الأمريكية داخل الإدارة الأمريكية وهذا يشمل ليس فقط المتشددين بل حتى بعض المعتدلين، وهو أن هناك الآن صراع جديد عالمي على التنافس على النفوذ وبروز، وذلك بسبب عودة روسيا للعب دور على الساحة الدولية من ناحية وصعود الصين من ناحية ثانية والتقارب الصيني الأمريكي الذي هو فعلا مزعج جدا للولايات المتحدة. دكتور إدموند يعني هل الادعاءات الأمريكية والأقوال الأمريكية بشأن ما تفعله روسيا صحيح؟ هل بالفعل أمريكا متأكدة والولايات المتحدة متأكدة مما تسوقه من اتهامات ضد روسيا الاتحادية وأن روسيا بالفعل تستحق تلك العقوبات؟ هناك أصوات كثيرة في الولايات المتحدة. مثلا سمعنا يوم أمس من جون ماكلوغلان وهو من أبرز الخبراء رجال الاستخبارات الأمريكيين السابقين قال بأن مثلا الانسحاب من هذه المعاهدة بالنسبة للصواريخ المتوسطة المدى هذا أمر مؤسف حسب رأيه، وذلك لأنها تحرم الولايات المتحدة من دور كانت تلعبه داخل روسيا فيما يتعلق بهذه الصواريخ، وهي أن الولايات المتحدة كان لديها القدرة على القيام بتفتيش على الأرض وبمراقبة وبمعرفة أمور كثيرة من على الأرض من الداخل الروسي، وأن الانسحاب من هذه الاتفاقية الآن سيحرم الولايات المتحدة من هذا الدور، كما أنه قد يدفع دول أخرى أيضا لتقول بأنه إذا لم تلتزم الولايات المتحدة أو روسيا بهذه الاتفاقية فإنها هي لن تلتزم أيضا، وقد نرى بدء صراع أو سباق تسلح على المستوى الدولي، وأن ذلك يشكل خطرا على الأمن العالمي وأيضا على المصالح الأمريكية. ولكن هذه الرؤية هي رؤية
لعدد محدود من المسؤولين الأمريكيين السابقين، والغالبية ينظر إلى روسيا كعدو. والغالبية تؤيد الانسحاب من اتفاقية الصواريخ متوسطة المدى. صحيح. وهنا أنتقل أخيرا مرة أخيرة للدكتور مسلم شعيتو، رئيس المركز العربي الروسي الذي ينضم إلينا من موسكو. دكتور مسلم، يعني شكرا على بقائك معنا. هل ستتحرك روسيا بشأن انسحاب الولايات المتحدة من هذه الاتفاقية، اتفاقية الصواريخ متوسطة المدى، أم ستبقى كما فسرت بأنها صاحبة العقل الأرجح وستبقى محلك سر كما يقال في هذه الاتفاقية، وانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية تلو الأخرى وفرض عقوبات على روسيا وعلى الصين وعلى كل دولة تحاول أن يكون لها صوت في العالم؟ روسيا تنتهج نفس الأسلوب في علاقتها مع هذه التطورات الدراماتيكية التي تدفع إليها الولايات المتحدة. هي لن تلجأ إلى سباق التسلح، لن تلجأ إلى التصعيد في مجال الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، لن تطور الأسلحة النووية، هي فقط ستطور أسلحة دفاعية والأسلحة المعيدة المدى، وهذا ما أعلنه الرئيس، وهي تطور الأسلحة المضادة للصواريخ التي يمكن أن تستعملها الولايات المتحدة. الرئيس بوتين كان واضحا جدا أننا لن نذهب باتجاه التصعيد، رغم أن الولايات المتحدة خرجت من هذه الاتفاقية، لكنه قال الخروج من هذه الاتفاقية وضع البشرية كلها في موضع الخطر، حيث أن الصواريخ النووية أصبحت فوق كل رأس في هذه البشرية، وهذا سيدفع إلى الفوضى العامة في العالم وقد ينعكس سلبا على الأمن العالمي. الدكتور مسلم شعيتو، رئيس المركز العربي الروسي، كنت معنا من موسكو، أشكرك شكرا جزيلا. وأعود إلى الدكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي الذي ينضم إلينا من واشنطن. دكتور إدموند، أجدد الترحيب بك. هل ستتحرك الولايات المتحدة في عقوبات جديدة على أي من الأطراف، خصوصا أن الولايات المتحدة وبحسب المتابعين تستعدي أو تشتري عداوة العديد من الدول الآن بعد وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة؟ هناك توتر ملحوظ وأكيد بين الولايات المتحدة وروسيا، هناك توتر مع الصين، هناك أيضا بعض المشاكل العالقة مع الناتو ومع الاتحاد الأوروبي. بدون شك هذه نقاط مهمة جدا، وهذه أيضا من الأمور التي تقلق بعض الخبراء أو أتباع ما يسمى هنا بالمدرسة الواقعية، الذين يعتقدوا بأن السياسات التي تتبناها الإدارة أو تبنتها خلال السنوات الأخيرة وأيضا إلى حد ما حتى الإدارات السابقة، وإن لم يكن بنفس المنهج تقريبا أو التوجه، هناك قلق لدى الأوروبيين بدون شك كما تفضلت وذكرت، وهي أن الأوروبيين الآن مثلا منزعجين جدا من الانسحاب من هذه الاتفاقية ولإلغاء هذه الاتفاقية، وذلك لأن هذا سيعني بأن روسيا ستطور صواريخ جديدة وستنشرها، خاصة أننا سمعنا عن اتهامات للولايات المتحدة بنشر صواريخ على الحدود الروسية، خاصة أن كل هذه القضايا أيضا تنبع من مسألة أخرى، وهي عدم تنفيذ الإدارة الأمريكية أو الإدارات الأمريكية لوعودها لروسيا بأنها إذا وافقت على السماح بإعادة توحيد ألمانيا وإذا وافقت على تفكيك حلف وارسو، فأن حلف شمال الأطلسي لن يتوجه إلى الشرق، ولكن بدلا من ذلك رأينا بأن حلف شمال الأطلسي ضم حتى جمهوريات من كانت ضمن الاتحاد السوفيتي، بالإضافة إلى معظم جمهوريات حلف وارسو في أوروبا الشرقية، الأمر الذي أزعج الروس كثيرا، ولكن في بعد انهيار الاتحاد السوفيتي روسيا كانت في وضع ضعيف جدا، لم يسمح لها إلى حد ما بتحدي الإدارة الأمريكية وكان هناك قيادة ضعيفة، ولكن في روسيا برزت في السنوات الأخيرة قيادة قوية تعتقد بأنها يجب أن تحمي الاتحاد الروسي وترى في التحركات الغربية وتحركات ناتو تهديد للأمن الروسي وللاستقرار العالمي. دكتور إدموند، يعني هل روسيا تعود الآن إلى أن تكون أو إلى الوضع الذي كانت فيه إبان الحرب أو الحرب الباردة
بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا، يعني إذا كان حلف وارسو قد سقط وسقط حائط برلين واتحدت ألمانيا الغربية والشرقية وكل هذا الأمور وتفكك تشيكوسلوفاكيا وكل هذه الكتلة الشرقية الشيوعية التي فقدت في الثمانينيات وبداية التسعينات حتى وصل الأمر إلى روسيا وما كانت فيه مع بوريس يلتسن حتى وصل إلى حكم بوتين. هل بوتين وصل بالدولة الروسية الآن أن تقف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية لتقول أنا قطب ثاني في العالم؟ بدون شك أن الروس لا يقول القطب الثاني، والروس يعلمون أن ليس لديهم القدرات، لا القدرات الاقتصادية وربما إلى حد ما القدرات العسكرية مثل الولايات المتحدة. الولايات المتحدة لها مئات القواعد المنتشرة في مناطق مختلفة، لها أعداد كبيرة من الحلفاء، ولكن روسيا بدأت تغير هذا التوازن. من ناحية كان دائما هناك توازن، وكما ذكر أحد الخبراء بالشؤون الروسية في الولايات المتحدة كتب كتابا في نهاية العام الماضي وتحدث فيه أن لدى الولايات المتحدة ولدى روسيا القدرة على تدمير بعضهما البعض باستخدام الأسلحة النووية، حتى أن خلال 20 دقيقة إلى نصف ساعة يمكن تدمير عواصم العاصمة الروسية والعاصمة الأمريكية من قبل كل طرف من الطرف الآخر، وأن هذا أمر يشكل تهديد خطير لكل من البلدين. ولكن في نفس الوقت روسيا بدأت تطور قدرات عسكرية وبكلفة أقل بكثير مما تنفق عليه الولايات المتحدة، خاصة في مجال السوبرسونيكس، وهذا ما أشار إليه ماكلاكلين يوم أمس أن هذا تطور خطير وأن روسيا تنافس الولايات المتحدة. المسألة الأخرى أن روسيا لا تستطيع أن تنافس الولايات المتحدة اقتصاديا أيضا في هذه المرحلة، وربما هذا هو المقلق، وهذا ما بدأ يدفع الصين وروسيا إلى التقارب وحتى إلى بدء البلدين باستخدام العملات المحلية لبعضهما البعض. هل رأينا لأول مرة في التاريخ مناورات عسكرية مشتركة على الأرض الروسية بين قوات صينية وروسية؟ رأينا أيضا أن هناك بطاقات ائتمان لأول مرة في التاريخ، بطاقات ائتمان روسية وبطاقات ائتمان صينية يستخدمها، بدأ البلدان يستخدمانها أو يسمحان باستخدامها داخل البلد الآخر. هذا تطور مقلق للإدارة الأمريكية وتوجه للابتعاد عن الدولار كالعملة الدولية، وبالتالي فأن هناك تطورات كثيرة مع عودة أو بروز قطبية تعددية على المستوى العالمي. هذه تقلق الولايات المتحدة لأن هناك رؤية أمريكية بأنه يجب عدم السماح لأي دولة بأن تقترب من القدرات الأمريكية أو تهدد الهيمنة الأمريكية، وبالتالي فإن هناك واقع جديد الآن، وهذا الواقع أصبح أكثر تعقيدا بعد الاتهامات الأخيرة لروسيا بالتدخل في الشؤون الأمريكية الداخلية، مما حول هذه القضية أيضا إلى صراع داخلي بين الجمهوريين والديمقراطيين داخل الولايات المتحدة، وهذه كلها تعقد العلاقات الروسية الأمريكية والصينية الأمريكية، لأن حتى الانسحاب من هذه الاتفاقية له على دكتور إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي. نحن فقدنا الاتصال بك، سنشكرك على أي حال على وجودك معنا. شكرا جزيلا لك دكتور إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي، كنت معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن. وشكر موصول أيضا إلى الدكتور مسلم شعيتو رئيس المركز العربي الروسي، وكان معنا من العاصمة الروسية موسكو. فاصل قصير حضرات السادة المشاهدين، نعود من بعده لاستكمال هذه المتابعة الإخبارية.